كان اليوم الأول من حفل بلاك بينك في هيوستن لا ينسى. لقد شاهدنا العديد من اللحظات اللطيفة بين الأعضاء، حتى أن الفتيات لعبن حجر ورق مقص. ولم يستطع الجمهور التوقف عن الضحك حول استخدام روزي لنفس الطريقة دائما لكي تربح، ولكن البلينك الأمريكي وخاصة محبي ليسا وروزي ذهبوا إلى أبعد حد ممكن، حيث ارتدى اثنان من البلينك الرجال ملابس مميزة للغاية مستوحاة من روزي وليسا. بينما حضرت بلينك أخرى الحفل مع ورقة مكتوب عليها ليسا إذا كنت بحاجة إلى كلب آخر يمكنني أن أنبح، وكان رد فعل ليسا مصدوم ومرح للغاية كما شاهدنا. كما أزهلت روزي الجميع بأداء أغنية هارت تو لاف، حيث بدت وكأنها أميرة خرجت من ديزني. كما أن الجمهور لم يستطع التوقف عن مدح جيني بسبب لطافتها والطاقة المذهلة على المسرح التي أظهرت مدى استمتاعها بالجولة العالمية. ولكن للأسف الشديد البلينك قلق للغاية على صحة جيسو، لأن البلينك لاحظ تورم في عنق جيسو. يحدث هذا التورم غالبا عندما يكون الجسد متعب أو مصاب بالحمى الناتج عن الزكام أو شيء أسوأ من هذا. حدث ذلك لجيسو عدة مرات سابقة، لذلك البلينك يشعر بالقلق الشديد عليها. نأمل جميعا أن تحصل الفتيات على قسط كافي من الراحة التي يحتاجن إليها، لأن الفتيات حاليا يستمرون في الضغط على أجسادهن لأقصى حد ممكن لمنح الجمهور أداء لا ينسى. واليوم أنهت الفتيات ثاني ليلة لهم فيه يوستين، وفي الحفل الثاني قدمت الفتيات مزيجا من الأغاني الرائعة من الألبوم الجديد والأغاني التي تم إصدارها سابقا. وإلى جانب الأداء المذهل، كان التفاعل بين الأعضاء في حفل يوستين الثاني أقوى من الحفل الأول. تعاملت جيني بذكاء شديد مع الخلاف الذي حدث بين روزي وليسا مثل جيسو تماما. وفي اليوم الثاني من حفل هيوستن كشفت ليسا عن غير قصد سبب خلافها مع روزي، واتضح أن كل ذلك يعود إلى عادة ليسا الودودة. يبدو أن ليسا لا تستطيع التخلص من عادة احتضان أعضاء فرقتها، فبعد أن أنهت روزي المكياج الخاص بها حضنتها ليسا وأفسدت مكياج روزي، وبالطبع روزي لم تكن سعيدة بهذا. ضحك البلينك على هذا الخلاف الذي يحدث بين كل الأصدقاء تقريبا. وبينما كانت الفتيات مشغولات في جولتهم العالمية، حدثت مأساة رهيبة في إتوان بسيول. ولكن قبل الحفل أرسلت بلاك بينك والموظفين تعازيهم الحارة لضحايا إتوان، ومن ثم أعلنت وكالة وزي أنهم سيأجلون إصدار أي محتوى جديد لفنانيهم وكذلك العروض الترويجية في الوقت الحالي. لذلك من المرجح أن يتم إلغاء حفل بلاك بينك القادم في جورجيا وإنتريو الكندية. فما رأيك أنت في أخبار اليوم؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك أيضا في القناة، وشكرا لك، إلى اللقاء.